دولة أوروبية تقرر رسمياً العودة إلى العصر الفحم الحجري. ففي تفاصيل، قالت شركة يونيبر الألمانية للمرافق الاثنين إنها ستبدأ في إنتاج الكهرباء للسوق في محطتها هايدن 4 التي تعمل بالفحم لتعويض توقف 3 أيام في إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا قد يتسبب في تعطل توليد الكهرباء. وأضافت الشركة في بيان أن هايدن 4 ستبدأ في إنتاج الكهرباء في 29 أغسطس الجاري وحتى 30 أبريل 2023. وحسب تقارير صحفية سابقة، فقد دعا مسؤولون ألمان إلى تسريع تدابير مواجهة أزمة الطاقة مثل استبدال محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز بتلك التي تعمل بالفحم. وفي ديسمبر 2020 أعلنت يونيبر أن هايدن 4 ستوقف الإنتاج التجاري، وستقوم هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا بإدراجها في قائمة محطات الكهرباء التي قد تغلق في مقابل تعويضات لمحاربة التلوث الكربوني.